السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد وحلقة جديدة عن محاكي المزرعة. بعد سحبة طويلة تقريبا صارنا شوي اسبوعين من قبل العيد ما نزلت عنها فيديو، كنا عم ننزل لكم فيديوهات يومية، بعدين في بعض الناس علقت لي واشتكت ان الفيديوهات اليومية صارت مملة وفعلا صارت ضخمة كتير، يعني كنت انا بفكر لازم نحطها يوم اي يوم لا مو كل يوم. فاليوم رح نلعب محاكي المزرعة ورح نشوف شو عنا اليوم نواقص، شو عنا شغلات ممكن نعملها. اتوقع رح يكون هذا الفيديو شوي طويل يعني صراحة، فان شاء الله ما تملوا ونفتح لنا شو سالفة ونتسولف بيها وسمع عملنا حاجة بالله. طيب ايش رايكم هيك يكون يبارك عم بلعب هاي اللعبة وبحكي لكم هيك قصة او سالفة او حكاية على قول اخواتنا السعوديين، قصة هيك طويلة احكي لكم عليها، نحكي لكم يعني هيك نتناقش بموضوع، نتناقش بفكرة ونحن عم نلعب، تمام؟ ايش رايكم؟ بس طبعا قبل ما نتناقش، قبل ما نحكي، انا رح اترك هاي الفيديو الجاي ان شاء الله نبلش نتناقش، تناقش هيك يعني مثل شيء لطيف، تمام؟ فلذلك شو هي كانت انا سعيد تذكرت حطيتها هي وعلى اساس بدي اسوي لكم عنها فيديو، لحتى انا ما سويت عنها فيديو. يلا بعدين اسوي لكم عنها فيديو ان شاء الله، بس هيك افضل شوي لانه في بدنا شغل كثير. واو المهم فنتناقش فيها ونحكي بالفكرة، بس بدي أول شيء تعطوني أنتم شيء فكرة نتناقش فيها، لأنه إذا ما أعطيتوني فكرة أوف 5000 شكلها مفولة هاي، لا هاي خالصة طبعا. إذا أنتم ما أعطيتوني فكرة أتناقش فيها معكم ما راح أتناقش معكم صراحة، يعني مشان نكون صريحين، يعني بدكم أنتم تعطوني فكرة حتى أنا بتناقش معكم. وشكله مازوت ما في، والله في بس ليش هيك بتقول فاضي؟ في 13000 يعني ليش هيك مبين عليه فاضي؟ طلع وين موجود الوقوس، هي لازم يكون طلع للاخير ولا ليكون هي على ضغط الهواء ماشي. شوفوا مثلا هاي فيها، شوف هاي وين نازله، هاي فيها شيء طول بالك، هاي الساعة الاستيعابية تبعتها كثير كبيرة، فلذلك طب شوف هاي، شوف هاي لوين رايحة، معناتها هي معباية كلياتها، هاي هون فاضية، هاي هون خلص. طب هون ايش بده؟ اتوقع انه هون بده منور، ايوه طلع خلص عندنا 13000 يكفي، ما بدنا اكثر حرج. ايه تمام، فاعطونا انتم فكرة هيك نتناقش فيها نحكي وننبسط، تمام؟ طبعا اليوم بما اني انا راكب وعم بتمشى وعم بفتل، قبل ما اروح امشي قبل ما اروح في بيكام نازل جديد او لامبرجيني يمكن سيارة، فقلت لازم اشتريها هيك ولا نسوي لنا دورة هيك بالارض، نتمشى شوي نفتلون يعني نسوي لنا دورة عليك. شايفين شلون؟ ريد روج، هيك اسمه ريد روج. ايش اللون هذا؟ شوفوا انا من محبين اللون الازرق، ما حلو لا هذا احلى شيء هذا شايفه انا. طبعا الدولاب اللون تبعه كثير بيرفكت، ما راح اغير فيه شيء. هون عم بيقول لي لايت، حلو بنركب اللايتات خليك يطلع لها شيء كبير. هي شو هي؟ اتوقع الميتور، الميتور صح. طيب ناخذ الميتور الاكبر، اتس اوكي 139000 تمام اشترينا، بس ما تروح حطيناها بغير مكان راحت نزلت ان شاء الله. داي ليكو 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 ركبنا ليكو، شوفوا ما احلى والله، شي فخامة مليمة، تفرج مليمة تفرج والله، شي ناهي واو. بس لو انها نمرة، بس انا شفتها بالتريلر لها صورة يا زلمة، انا نمرة ليش هون ما انا نمرة؟ يلا تكون سريعة ركبني من قدام. واو ايش الغرفة، والله غرفة جربان معاك الشاحنات احلى. واو بس المرايا اول مرة يعني، ها لا خلينا نطلع برا احلى. المهم فكنت اعطونا فكره نحكي فيها ونطلع شلون نشوفها راكب برا بداره فنحكي فيها ونتناقش ونشوف ايش ما يعني، نتناقش الافكار بالتعليقات وانا بطرح الموضوع وانتم تتناقشوا. فاليوم ايش رايكم نطرح موضوع ايه؟ هلا بانه في معركه، نحن مجتمع الجيمر، فهلا في معركة بين بلاي ستيشن واكس بوكس، بلاي ستيشن 5 واكس بوكس سيريس اكس، تمام؟ تمام.
طب اول شيء نحن قبل ما نحن ندخل للمعركه المستقبليه ونحكي فيها بفيديو مستقبل نكون ايهما راح يكون بوجهه نظرك راح ينتصر، بما انه المعركه لسه ما خلصت ولساتنا في الجولات، يعني عفوا الحرب ما خلصت ولكن المعارك، في معارك خسرتها بلاي ستيشن، عفوا خسرتها اكس بوكس، وفي معارك خسرتها بلاي ستيشن صراحه. هلا بالبدايه اول معركه خسرها، ايوه الشوريك حاصل من غيره، اول معركه انا بتذكر خسرتها بلاي ستيشن، ثاني معركه هو سووا تريلر للالعاب خسرتها اكس بوكس بشكل جدا كبير. طبعا اكس بوكس قالت انه بسبب انه احنا شايفين انه الناس ما خرج تشتري العاب، فلذلك احنا ما طرحنا العاب. هاي وجهه نظرهم، وصراحه في وجهه نظر، بس كمان يعني واحد بارك بالبيت ما راح يطلع من البيت، ايش بده يعمل؟ يعني ما يشتري له 3 4 العاب، يعني احسن ما كان اول مثلا يقول لك روح اتسوق، انا بحط مثلا 100 دولار، لا اشتري لعبه واحط 100 دولار واضل بارك في بيتي. يعني مثل ما يقول انفع لاولادي، يعني حتى يعني ممكن نسخة تلعب كذا مرة من العائلة الوحدة. مو هذا حديثنا هنا. برأيكم هل خلال الفترة الماضية بين الاكس بوكس والبلاي ستيشن ليش كان في فوارق؟ او ايش هي اللي تحس انه كان انت مثلا تميز بلاي ستيشن؟ انا ما بعرف اسوقها. بلاي ستيشن كان يميزه عن اكس بوكس. فبدي احاول نتناقش بالموضوع هذا، يعني انا ما حولت لا بلاي ستيشن ولا اكس بوكس، ولا مره فكرت اني احول ولا راح افكر اني احول، لانه عندي البي سي افضل من كل شيء. بس لو مو هال على قولة عبد الله ريفيو، هاي شغله النسكم يمكن هو امس النسكم. طبعا هاي شغله النسكم يعني ما هي حلوه ابدا. اوف هيا اوه لا 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 قد صارت ساعتي ما انتبهت. طيب يلا بنجرب مره ثانيه. هاي شغله النسكم ما هي حلوه، يعني انه نسوي حصريه وفتره ونرجع. وصحيح صيرت الحصريات في هيد سترونج وفي اللعبه الثانيه تبعيه الرعب ريزونت ايفل، في كنت نسوي لكم استبيان عليهم على اساس نشوف ان اللعبه بدنا نلعبها خلال الفتره هي على اساس ميعاد العيد، على اساس نسوي لكم عنها فيديوهات. وبنتظركم انه تعلقوا. اوه 160 وصلت السرعه، نايس 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 نايس. اوه 180، حلوه 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 حلوه. ليه ما صرنا مع ناكل بس؟ شبعنا ضرب السياره. ف لايك وسبسكرايب وش كمان؟ على ولد في واحد يوتيوبر اسمه اغتصاب الكوكب اسم قناة. اوف 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 شوي، اول مرة اشوفها شوي. وقف وقف، اسم قناته اغتصاد الكوكب، فبيقول يلا بينا هاتوا فنجان كوباية الشاي واللايك والسبسكرايب وخلينا نبلش بالفيديو. فلايكاتكم وسبسكرايباتكم وكوباية الشاي وهاتوها وخلينا نكمل الفيديو. المهم والله حلوة السيارة يا شباب، التجربة الأولى يعني خرافية وسريعة جدا. أول مرة أشوف إنه في هون ناعورة. وش رايكم بالكزلخ القديم؟ كزلك انكسر. رحت بدي اسوي واحد، قالوا لي يلا بده اسبوعين تيزبط، لانه في بسبب كورونا قال في عندهم ضعف بالمواصلات وعلى شو. المهم قال كسرت النظاره، قال ما نقدر نظبطها ويعني ما نقدر نفصل لك واحده جديده، بدك تطلبها وبعد اسبوعين تجي. قلنا لهم طيب اوكي نستنى اسبوعين وعم ناخذ دوره بالسياره. الله بس هذا ليش مو مرجع ظهره لورا؟ يا اما يقرب الكرسي لقدام يا اما يرجع ظهره لورا، والله يكفي. والله بحط طالع راسه مش بعك. بس عايز اي شيء بيوت بلاستيك، تعال شو والله السياره فخامه، يعني ليش كذا شيء ناهي فوق الوافي. هاي اللي عندك بس بشين صفة قدام باب البيت بصفة انجج عليها خلاص، انا سيارتي ايه. فبلاي ستيشن واكس بوكس، بما انكم انتم من عشاق، انا بعرف الاغلبية الناس موجود عندي من عشاق البلاي ستيشن، ما حد بيلعب اكس بوكس، بس ليش ما تلعبوا اكس بوكس؟ مع انه في عندهم هذا ميزة الجيم باس خرافية احسن من البلاي ستيشن بلس بدرجات. صحيح ليش ما بتروحوا تستخدموا بلاي ستيشن؟ مع انه الدقة وفي كتير شغلات، يعني هو خصوصا منضمه ولا هي الارض لا الارض، وهو مع مايكروسوفت يعني في شغلات جدا خرافية. ليش ما تستخدموا او ليش ما فكرتوا تشتروا بلاي ستيشن؟ مو هلا، بالفترة السابقة.
ليش هتزور؟ طب طوبلك راح اودي بكام حاجة حاجة هي عم نفطر فيها الاثنين، وافترينا حتى شبان افتراض. خلاص الله، خلينا نروح نشتغل لنا شغلة بالارض. حاضر، زوق على دمك حيب. راح اشتغل لك شغلة هيك تنفع مسلم، نخلص الفيديو صار مرة 10 دقائق وما سوينا شيء. باكين نحكي عن نصكم ونحكي على شغلات ما بتهمنا هنا مجتمع الجيمر، نحن بيهمنا بس نلعب محاكمة وين ما موجودة موجودة. ايوه هي معلم، بتعرف شان ايش هي بتحطها هيك، تيجي تبرك هيك على الكرسي هون هون، ايوه هيك تبرك هيك على الكرسي، ايوه هيك، وبتضل بتطلع عليك. عندي اللامبرجيني هي قدام باب البيت، وعندي هي هون حصادة، عندي هنيك 4 5 تراكتورات، وعندي هاد الهنجار وهاد الهنجار، وفي هنيك هنجار من ورا، وفي مستودع من ورا كبير، وفي عندي أراضي هنيك وأراضي هنيك. هذا جدك الشايب هيك بيبرك يحكي. فهذا الباب ما بينفتح، كنا دخلناه لجوا. طيب خلينا بنروح على من جاءنا. وينك ايوه هي كمل، ايوه بس بدك تكمل انت يا لطيف. طيب خلينا نشيك ايش في عنا، البقر شلون وضعهم، الغنم شلون وضعه. البقر حاليا بده شوي ميكس. صحيح تذكرت كنا ننزل ماكينه نسوي فيها ماكس ريت، ولا منزلها انا؟ منزلها صح، انا منزلها صح، مظبوط تذكرت انا منزلها هاي ليك فيها اكل ماكس. هذا بقر اشوف ايش ناقصناه. هاي فاضي، ايش هاي الفاضي، ايش هون فاضي، يمكن هذا بده، يمكن جريس كان، يمكن ماني متذكر. ايه وين كانت لغة كنت لك هاي وين لغة تحكم. عرفت ايش بدي، بدي سيريتش. عرفت ايش بدي، سيريتش هذا موجود. يلا روح عبدنا شوي ونرجع. لايكو مستودع السلك، بس وين ال شو وين مكان ال شو اسمه لو؟ ما لقيته مكان ال طبعا اسمه السلك شو هو؟ والله انت السلك كله عم ما تضبط عامي. ايوه يا عبين انت الاولى، اتوقع كلها بتروح، بس ان شاء الله يطلع سيلج. انا ما طلع سيلج بدا شيء ثاني مصيبه. لا سيلج 90% بس 90% لا روح تبدا سيلج من اسكو بيتشي لانه ما عمل وقت. على كل حال كل شيء وقت اساسا، شوفوا انتبهوا انه انا ما عندي ولا شيء بقدر اسويه لانه حاليا انا في انتظار المحصول ليختم. تمام؟ فيعني لانه ما شاء الله بالفيديوهات السريعه نحن انهينا كل شيء، ما خلينا اي شيء من الاعمال اليوميه والمهام اليوميه ومن كل شيء من وعم بفكر انه اغير الماب ولا ما اغيرها ما بعرف. انتوا ايش رايكم، اغيرها ولا ما بعرف، اغيرها ولا ما اغيرها؟ شوفوا الموضوع انه التفكير انك تغيرها ولا ما تغيرها، والله شوفوا بصراحه تاني صفي، يعني الموضوع يعتبر موضوع عام وليس موضوع يخصني شخص لالي، يعني انتوا كمان معنيين في الموضوع هذا، يعني راح تشوفوا فيديوهات واشياء ماكم مجبورين تشوفوها، او راح تشوفوني انه بمعنى انه انا يعني مش لون ضل خيو هيك، يعني هيك مش طيب. لا يعني انه راح تشوف بيخ، يعني خلاص عم نرجع لعيد الاول. ليش؟ خلاص بنضل بنطور القاعده تبعتنا، بنكتر البقر، بنروح نبيع، بنجيب لنا هيك حملين 4 5 حمال بقر، بنبيع بقر، بنربي حصن، بنبيع حصن. هون نصف هاي السيارة ما لها محل. طعم نصف هذا هون بهذا الكراج اللي هون. يا حكي هذا التراكتور جديد. شي فخامة. طبعا أنا بعد ما بعت التراكتور الماكينة تبعت ال هذا حسب السكر صار معي مشاري كثير والله، ولا تشمشنا اشتريت تراكتورات سيارات كثير. المهم ما في اليوم شيء،
نعمله صراحة. أنا راح أوقف لهون حاج، لأنه كل نزلنا عن المزرعة نزلتلكم وأي فيديو شوي سوينا دير هيك، عملنا شغلات، فتحنا هون. فيعني بكرة بالفيديو الجاي إن شاء الله راح نعمل، يكون كمان طلع المحصول، طلع كل شيء. ما راح أستنى بما يطلع المحصول وشغل حصاد أصلا، المحصول ما فيه أي شيء. بس بفيديو الجاي، لأنه نسينا إنه لازم نشتغل هاي الماكينة ومالي متدرب وعارفين إيش بدها. طبعا هي بدها قصب سكر توقع. طب خلينا نروح نجيب لنا قصب، حمل قصب سكر ونحطه ونشوف ايش بدها شغلات ثانيه. والله خلص نتركها للفيديو الجاي، خلاص نتركها للفيديو الجاي ان شاء الله نشوف ايش بدها. طبعا هون في عنا واو، والله يا معلم شكله شي بومباستيك، شي ونملي يعني، ونملي يعني بالتركي يعني امبورتنت، بالانجليزي يعني مهم، بالعربي اوه شيت ما ادري نط. طيب رد نطلع. هلا هون في شيء لازم نعبيه هون، ما بعرف شو في هون، شيء لازم نعبيه هون. طول بالك، ولازم نحن متدربين على هي قبل ما نداخلين. تمام. في شيء هون، هون مازوت. تمام اوكي، معناته لازم نحط التريلر نعبيها مازوت، نترك تعبي مازوت. وفي عندنا هون مدخل، وفي هون شيء اوت، ما بعرف شو هو، بس مندرسه بنشوف شو بدنا ندخله هون ونطلعه هون. وفي عنا هنيك شيء، لا هذاك الاوت ما له، هذاك الاوت لشيء ثاني، هذاك الاوت ما له، هذاك الاوت لهذيك اللي ورا، وهون ما في اوت كمان. ايوه معناته الشغل كله من هالطرف. منيحه، حلو 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 حلو. ايوه هلا هذا الكمبوست هو مثل الماده لونها سودا بتستخدم للسماد، بس ما بتسمدون الارض، لان الارض هون ما فيها هاي البرنامجيه، بس هي مثل السماد. انا دورت عليها مثل السماد، بورجيكم في ماكينه مثل ما هي، وما بعرف شيء ثاني. بس راح نترك ان شاء الله فيديو الجاي هون هذا البيت هو موجود بكم يا بهي. نعم بهي يا ساده، هي كيرون فيها 5000، يمكن ينفول حتى هاي شفتوا كومبوست فيها 5000، يعني لسه فيها 10%. المهم فراح نترك ان شاء الله للفيديو الجاي، ان شاء الله يكون لنا عجبكم. وبس بكل هون وصلنا لنهايه الفيديو، شكرا لحسن المتابعه وشكرا لكم. واذا عجبكم موضوع النقاشات وهيك، نحن عم نلعب بهي اللعبه الالماني، اللعبه شوي فيها رتم خفيف، وانا ما صاير عم بسجل الفيديوهات لها، لانه صاير انه شلون يعني بدي اقول لك، يعني تقريبا هيك يعني شيء تقريبا ايه يعني هيك شيء، فهمتوا شلون علي؟ فيعني لانه ما فيها مواضيع يعني هيك، بحس انه بمل الفيديو يعني، اذا واحد ما داخل يتعلم فما راح يكمل الفيديو. فلذلك عم بقول له انه نحط موضوع، بنجيب موضوع يعني. هلا انا طرحت هذا الموضوع اللي شفتوه بين اكس بوكس وبلاي ستيشن، طبعا قديمين مو راح ينزل جدد. ليش ما كنتوا تشتروا بلاي ستيشن؟ كنتوا ليش عفوا ما اشتريتوا اكس بوكس 1؟ ليش اشتريتوا بلاي ستيشن؟ او العكس، ليش اخترت هذا الجهاز ما اخترت الجهاز الثاني؟ وشو هو اللي برايك الناقص الجهاز الثاني حتى ينجح الجهاز الاول؟ وبالاضافه ليش الجهاز الاول ما نجح، او الجهاز اللي انت شايفه مو ناجح، ليش مو ناجح؟ فخلينا نتناقش بالموضوع هاي. وبالاضافه اكتبوا لنا تحت بالتعليقات هيك موضوع نسوي لكم بحث عليه، مثل ما يقول نشغل الموضوع فيه او نشغله. طبعا اكتبوا لنا انتم اقتراحاتكم، وانا باخذ اكثر موضوع هيك عليه مثل ما يقول على جدل كتير، نحاول نتناقش فيه ونحكي فيه ان شاء الله بالفيديو الجاي. نحكي لكم عن هاي الماكينه الموجوده هاي جسمها تبعيت الشوندر السكري شلون نشتغل عليها. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهم شيء ما تنسى اللايك والاشتراك والتعليق، وتشارك هذا الفيديو لاصدقائك اذا حابين، مثل ما يقولوا يحبوا هيك الدراما والحكي والقصص هاي، خلي تفضلوا يحكوا. بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.